ملك زاده من افغانستان ياتينا بالشوق والحرص والحماس لتحقيق فوز في هذا اللقاء من كابول ملك زاده، ولقاء جديد قد يفاجئنا به اللاعب الافغاني. كوركو إنكو أمار. ومن منغوليا يأتي اللاعب كوركو إنكو أمار في الركن الأزرق، وبداية أيضا وثقة ودخول إلى الحلقة مع الإطالات والثقة الكبيرة. اللاعب كراكو من منغوليا ينتظر اطمئنان الحكم على معدات السلامة قبل الإشارة ببدء اللقاء. وأتمت الحكم التعليمات للوقاية والسلامة في هذا اللقاء، وتبدأ الإشارة بإعلان بداية الجولة الأولى بين الدولتين الكبيرتين في عالم الملاكمة، حيث علمتنا أفغانستان في البارحة أنها ند وخصم قوي. اللاعب الأفغاني ولكمات قوية. اللاعب المنغولي والحذر في الجولة الأولى. لقاءات قوية في القارة الأسيوية التي تديرها الاتحاد الإماراتي للملاكمة وسيادة على الإدارة الأسيوية. لكمات قوية من الركن الأزرق نحو الركن الأحمر، وزوغان وهروب من اللكمات بشكل جيد من الركن الأحمر، ثم تأدية لكمات ومجموعة من اللكمات يكاد يسقط منها المصور. لكمات قوية تصل من الركن الأحمر للركن الأزرق، يتبعها مجموعة من الرد من الركن الأزرق والزوغان والهروب باتجاه الآخر من منغوليا. نحن نستمتع مع هذه اللقاءات القوية والتنافسية العالية والحدة في هذه اللقاءات. أعزائي المشاهدين، أحبائي المتفرجين في كل مكان حول العالم، لكمات مجموعة من اللكمات القوية. اللاعب الأفغاني يبدو أكثر تحديدا وإصرارا، ولاعب لاعب منغوليا يبدو بشكل واثق قوي. لكمة قوية يمنى من اللاعب الأفغاني مالك زادة، تجد طريقها نحو منطقة التهديف. بدأ اللاعب المنغولي في الشعور بالثقة، ولكن اللاعب الأفغاني يقول له لا تستعجل، لدي المزيد. لكمة نحو الجذع من الركن الأزرق نحو الركن الأحمر، لكمة أخرى وإشارة من الحكم بالاستماع للقرارات وعدم الضرب تحت الحزام. لكمة قوية، لكمة قوية أخرى من منغوليا نحو الجذع. اللاعبان في وضعية استعداد الأرثوذكس ومجموعة من اللكمات. لكمات قوية. الحكم قادم من كيرغستان، الحكمة الزميلة. 10 ثواني قبل نهاية هذا اللقاء. قضاة هذا اللقاء من كيرغستان ومن رومانيا وتركيا وإندونيسيا وبيلاروسيا والإمارات. الحكم الدولي والقاضي سلطان الوالي، كل التحية لدولة الإمارات ولجميع الرياضيين الإماراتيين المشاركين في المحافل الدولية على جميع المستويات، لعبا وتحكيما وإدارة وقيادة. الجولة الأولى انتهت، وعاد اللاعب الأفغاني إلى الزاوية لأخذ النصائح.
كما الركن الأزرق المنغولي إلى مدربه لأخذ بعض المزيد من الإرشادات التي تقود إلى منصة التتويج والنجاح. إعادة بالبطيء للأحداث المجرى في الجولة الأولى، مجموعة من اللكمات، لكمة قوية يسرى خطافية من الركن الأحمر، مجموعة انظر لهذه اللكمات القوية لا يتمكن لنا من سرعتها رؤيتها أثناء اللقاء بصورة طبيعية. الجولة الثانية وإشارة الحكم بإزالة الكرسي حفاظا على السلامة في الركن الأزرق. بداية الجولة الثانية بإشارة الحكم، لكمة قوية يسرى من اللاعب المنغولي لكن كان هدفها القفاز الأحمر الأفغاني. لا تحتسب اللكمات المسددة نحو القفاز أو نحو الظهر أو خلف الرأس، يجب التهديف بمقدمة القفاز بلكمة ذات جودة تصل نحو الهدف. لكمتين قويتين من لاعب الركن الأزرق تصل نحو الجذع الأفغاني. اللاعب الأفغاني لا، بالطبع اللكمات مؤثرة ولكن ليست الملاكمة أن تقوم باللكم طوال الوقت، بل أن تتحمل اللكمات التي ستصلك أيضا على السواء. اللاعب الأفغاني مالك زادة يحاول الفوز بالمباراة وإقناع القضاء بأنه الأفضل، ولكن لكمة للجذع تتلوها لكمة خطافية نحو الرأس من اللاعب المنغولي. مباراة حماسية قوية، لا زلنا في وزن الديك، لدينا المزيد والأوزان القادمة لديها مستويات أفضل وأعلى وتكنيك أفضل في عالم الملاكمة. هناك دائما الجديد. مجموعة من اللكمات المستمرة والإثارة، كاد أسمع من هنا صوت تنفس كلا اللاعبين، مجهود جبار من كلا اللاعبين لينالوا استحسان الخمس قضاة لهذا اللقاء القادمين من رومانيا وتركيا والهند وبلغاريا ودولة الإمارات، قضاة على مستوى عال، قضاة دوليين ذو خبرة عالية للحكم على الفائز. إشارة شفهية من الحكم بمنع الالتفاف والدوران، لكمتان قويتان خطافيتان من اللاعب الركن الأحمر. اللاعب مالك زادة لاعب شرس يصر ويواصل على اللكمات القوية. مالك زادة حيرت اللاعب المنغولي، اللاعب كاراكو يحاول الزوغان والهروب من هذه اللكمات القوية التي لم يتوقعها طبعا من الركن الأحمر. يتطلع اللاعب الركن الأزرق لأخذ المزيد من النصائح من مدربه والخروج بشكل أفضل والفوز باللقاء، لكن أمامه صخرة أفغانستانية صعبة. لكمات مؤثرة ونهاية الجولة الثانية. اللاعب الركن الأزرق اذهب إلى زاويتك، تحدث إلى مدربك واطلب منه العون في هذه المعضلة الصعبة. لديك ند قوي، اللاعب ملك زادة ليس خصما سهلا كما نرى أعزائي المشاهدين في كل مكان. لعبة الملاكمة من أشهر الرياضات الممارسة دوليا التي تتطلب المزيد من الجهد والوقت في التدريب. لكمة قوية نحو الجذع من الركن الأزرق كما نرى بالبطيء، ثم يتبع خطافية يمنى نحو الرأس، وكانت لكمة قوية. انظر إلى قوة التحمل لدى اللاعب الأفغاني، ما شاء الله لكمة قوية ملك زادة. أخطأت الهدف على الزوغان والدوران من الركن الأزرق. انظروا إلى التهديف وكأننا نتلقى هذه اللكمة يا ملك زادة. تبدأ الجولة الثالثة والأخيرة، نحن نتطلع لمعرفة من الفائز في هذا اللقاء. الخبراء يشاهدون ويحللون القضاء، لديهم مهمة صعبة لتقرير الفائز في هذا اللقاء. مجموعة من اللكمات
لكن تصل إلى القفاز من الركن الأزرق وعلى كمات من الركن الأحمر. مجموعة من اللكمات المسددة من الركن الأحمر. الحكم يعطي إشارة، وقت مستقطع لمعايير السلامة والأمان لكلا اللاعبين. تأخذ اللاعب الركن الأزرق المنغولي نحو الطبيبة لاطمئنان على صحة وسلامة اللاعب الركن الأزرق والضمان عدم وجود إصابة. نتمنى البطولة تكون خالية من الإصابات. وبالفعل الطبيبة تشير إلى استكمال اللقاء، ويستكمل اللقاء عدة دقيقة الأولى وست ثوان. أمامك الكثير لتثبته في الركن الأزرق، حيث ملك زادة يظهر بالشكل الأفضل من وجهة نظري الخاصة التي لا يعتد بها كقرار نهائي، إنما القضاء هم من يصدرون القرار الأخير. لكمات قوية ومؤثرة من لاعب أفغانستان ملك زادة. اللاعب المنغولي كاراكو أمامه اختبار صعب لتسلق الجبال الأفغانية الصعبة التي لم يختبرها برغم وجود الجبال القاسية أيضا في منغوليا. اللكمات كما نرى قوية ومؤثرة. يحاول اللاعب المنغولي الزوغان والهروب من هذه اللكمات، ينجح دائما في الهروب منها، ولكن عليك تسديد بعض اللكمات المقنعة للقضاء أيها الركن الأزرق. لكمات متواصلة من الركن الأحمر، يتبع ردة لكمة مرتدة باليسرى من الركن الأزرق. زوغان وهروب جميل من الركن الأزرق، يجيد هذا النوع أو الستايل من الدفاع. يكون الدفاع بالرجوع للخلف في عالم الملاكمة أو بإيقاف مرة أخرى. وقت مستقطع، تأخذ الحكمة اللاعب المنغولي نحو الطبيبة مرة أخرى لإطمئنان على سلامته. ونكرر، لعبة الأيبة الهواء تعتمد الكثير من معايير السلامة والمحافظة على سلامة اللاعبين. لكمات قوية ومؤثرة. اللاعب المنغولي يعود بقوة بعد العرض على الطبيبة لمرتين، لعله استفاق الآن ويحاول قلب النتيجة لصالحه. اللاعب ملك زادة يواصل التقدم وتحقيق اللكمات، ويوجد دفاع إيجابي من الركن الأزرق بالرجوع واللكم في نفس الوقت ذاته. التحام يتوجب تدخل الحكم وطلب عدم المسك من الركن الأزرق. لكمة قوية يمنى مستقيمة نحو اللاعب المنغولي، ويتبعها لكمة أخرى. 10 ثواني، عليك الصمود أيها الركن الأزرق للوصول إلى بر الأمان والنجاة من هذه المعركة مع اللاعب الأفغاني القوي جدا. ونهاية الجولة الثالثة والأخيرة في انتظار القرار. عليكم أن تخمنوا، ولكن ليس بالتأكيد أن يكون القرار الصحيح. لدينا قرار القضاء بعد قليل أعزائي المشاهدين. في هذه البطولة القارية كما غيرها من البطولات داخل دورة الإمارات، يتم تطبيق معايير السلامة والتباعد الاجتماعي في أبهى صورة، بالإضافة إلى تطبيق أقصى قواعد وقوانين السلامة للرياضيين اللاعبين. Ladies and gentlemen, the winner by split decision in the blue corner representing Mongolia. يبدو عليك الغضب يا ملك زادة، فقد استمال اللاعب المنغولي برغم كل ما حصل، استمال قلوب القضاة للفوز بسبليت ديسيشن، قرار منفصل 4-1 لصالح منغوليا، وها يفوز الركن الأزرق. روح رياضية من اللاعب ملك زادة، والخروج من زاويتي بعد مصافحة زاوية الخصم، وتذهب الطبيبة لاطمئنان على اللاعب المنغولي بعد المباراة كما تنص قوانين الأيبة على ذلك. وقوف للاحتفال بالانتصار الغير متوقع من وجهة نظري، لكن للقضاء رأي آخر. هنا المخرج ومجموعة من اللقطات المقتطفة
من هذا اللقاء. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، لا زال أمامنا المزيد. أعزائي المشاهدين في كل مكان، في انتظار الجولات القادمة، لدينا ضيف مهم في هذه البطولة، في تواجد لاعبين أقوياء